السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، السادة وكلاء المجلس الموقر، السيد الأمين العام، السادة الأعضاء، السيدات والسادة، تحية تقدير واحترام. بداية أتوجه بالتهنئة إلى سيادتكم وإلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى قواتنا المسلحة الباسلة وإلى جموع المصريين بمناسبة الاحتفال بمرور 51 عاماً على حرب 6 أكتوبر المجيدة، رمز الكرامة والرفعة والشرف. كما أتوجه إلى حضراتكم بالتهنئة بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، داعياً الله عز وجل أن يوفقكم في استكمال دوركم الرقابي والتشريعي وفي مواصلة ما بدأتموه من صياغات تشريعية تدعم المواطن وتحافظ على حقوقه وتحافظ على استقرار وتقدم مصرنا الحبيبة.